غادي نبدا الفيديو ديال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا على صحه جيده يا سيدي ربي، ونتمنى تكونوا على خير يا ربي. كما كتشوفوا هذا الفيديو هذا درت قلت ضروري انني نشارك معكم، وانني نقول لكم شنو كاين، ونقول لكم اي حاجه والله العظيم. ماشي غير ليا، للناس اخرين اللي عندهم الوليدات كي بحال ولدي سيف في الدين، وش نقول لكم، واللي عنده العلو كما كنقولوا عنده الطبقه الرابعه ولا الخامسه ولا السادسه وما عندوش يشبك في شراجم اخرين، اللهم يسر الله العظيم وحق الله العظيم. يا ربي تسترنا فوق الارض، يا ربي الهلا يعطي الواحد داكشي اللي عشت انا غير البارح، وحق الله العظيم عشت واحد الرعب ما غاديش نقول لكم. راني لا اله الا الله محمد رسول الله. صافي راه قلت ولدي مشى، واللبنة قلت مشى، صافي ماتوا والله العظيم. وربي يحفظ وربي يسر لينا، وربي كان وقف معانا، والصدقات اللي كندير، والحمد لله والشكر رضات الوالدين اللي تابعاني بالليل وبالنهار، الحمد لله والشكر لله وقفت معايا في ذاك النهار اللي كانت كبدتي غادي تشوى. وبالمره ما نكذبش عليكم، راه عندي عوينه وحده لحق ربي حفظوا ليا، راكم مشى لي كنت غادي نهبل الله حتى نتسطى، والله ما نكون باقي بعقلي، ولا غادي تشوفوني مازال في هذا اليوتيوب ولا شي حاجه، يقول لكم فاطمه الزهراء فاطمه راها حماقت راه في شي سبيطار كبداوا في، قسما بالله الله لا يعطيها لشي مسلم انه يحس داك الاحساس اللي حسينا انا ولبنى والبارح، الله يعطي حتى شي مسلم يا ربي. عرفتي والله العظيم كون ديك السيده راه الا بغات حياتي غادي نعطيها ليها، فاش عتقات ولدي وعتقات ولدها راه حياتي عينيا، الا بغاتهم غادي نحيدهم في بلاصتهم وغادي نعطيهم لهاد الانسانه هادي اللي جابها الله في ديك الوقيته. اش نقول لكم، راه عتقاتهم في واحد اللحظه اللي غادي نقول لك اش غادي نقول لك، راه ربي كيحضر الملائكه ديالو، ولكن والله تشوفوا داك المنظر لا باقي وقفت ولو عقلكم غادي يتشطط في البلاصه. اشنو وقع اخوتي باش انكم تفهموا الفكره؟ انا كنت كنخمل عادي الدويره هكا، كنسوسها ومشيت لبيت الناس كنخوي فيها وكنسوس فيها وهادي. هو المهم كما كيقولوا البنادم درنا الميناج الكبير للدار، قلت له بنا اجي اختي نخملوا هاد الدويره هادي نسكسفوا عليها مزيان. سيمانه حتى سيمانه قلت لها بقى نخملها كي بحال هكا ونخرج القناه، وهادي راه ضروري، هذه هي المراه المغربيه وحنا الحمد لله راه عارفين بالنقه وكل شيء. ايوا انا لا هادي مسينات كنخمل، وهادي والوليدات جالسين، وانا انا الفوقاني اللي عطاني مول الدار كما تنقول لكم، الدار صاحب حاكم اللي عنده لابارطومويات كثار وكيبيع فيهم، عنده من السفلي الفوق، وانا جيت من السطح الطبقه الفوقانيه، مع كتعرفوا الفوقانيه شويه كتجي ناقصه، فهمتوا؟ وانا يلا عطيت فيها غير كما كنقولوا، عطى خويا حاكم عطى العربون فيه، وقال لي زعما عطى العربون سبق ليه واحد المبلغ مالي، قال لي ها انت فاطمه غادي تقص في هاد الدويره، وهذه عجبتها هي ديك ما عجبتهاش راه كتمشي تشوف في بلاصه اخرى ولا هذه. وانا قلت لي خويا حاكم عجبتني الدويره وممكن نبقى نكمل ليه كل شهر كما كيديروا اي واحد، المهم كما كنقولوا ما تكونش ديك الربه في البنكه وهذه، اللهم نبقى نخلص كل شهر ونعطيه داكشي اللي قديت عليه حتى نكملها ليه، ما حد هو صاحبك الروح بالروح وكتعرفوه هنا في مارتير. المهم اخوتي الدار اللي عندي الفوق ما فيهاش بتاتا كاش كنقولوا هادشي الحديد، ما فيهاش منك الا درتي هكذا الكبير وكيخاف منك لتحت الله تتشتت يا ربي. ايوا يا اخوتي صافي مشينا كنخملو. مسكينه لبنى بدات كتسيق بديك الشطابه، الوليدات كانوا قدامنا في جوج دقائق كانوا قدامنا، ومشاو كيلعبوا فوق السدادر كينقزوا مع بعضياتهم. واحد شويه لبنى كي بحال ما نكذبش عليك خشيتي فيها موس في قلبها، وانا وقفت في بلاصتي، هادشي راه ما عارفينوش شنو كيديروا، والدراري قاطعين الحاس. لبنى كيسحب لي انهم غير جالسين وكيتفرجوا في الرسوم في التلفازه، وانا ملي سمعتها انا ما كاينش الحاس كيسحبني راهم غير كيتفرجوا، نقول الدراري راه كايطلوا في الشرجان، دايرين راسها مشى والراس راه الراس معلق والرجلين اللي لتحت. ما قيول ولد لبنى مازال هو رجلي باقي طويل على ولدي، انا ولدي اللي قصير راه داه راسو ما نكذبش عليكم، بقات كتشوف الرجلين ديالو كيديروا غير هكذا. المهم حفظ الله وشكر والله العظيم اخوتي، الا ربي يحفظ حفظ 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 حفظ، عرفتي واحد الغوته واحد الغوته واحد الغوته واحد الغوته ما نقولش لكم والله العظيم. اش بداتهم ها السيده الدراع ديالها وحق الله العظيم الا زرك
وحق لا اله الا الله الى الدرع ديالها زرق، غنوري لكم الا الدرع ديالها ازرق، زرق من هنا ضربت ديك القوه باش انها تجبد سيف الدين هو الاول وتجبد ولدها من رجليها، ضربت ديك الضربه في الشرجم وهبطت وصافي. ما نكذبش عليكم انا صافي تعصبت وهذه قلت له بنعم جي نقول لك اختي ولادنا هما الاولين اختي، علاش انا غادي نبقى في الدور الفوقانيه شاده عليا الشراجم كي بحال شي وحده مخبيه ولا هذه. قلت لها واش الشراجم كتاب في الضوايا اللي عندي في الشرجم اللي جيت للكوزينه كيطلع على الضوايا الا طاح تما ولدي تبارك الله كيزيد وتبارك الله هدكي كيهز الكرسي ولا كيعرف ولا كيعرف واخا عنده عام ونص تبارك الله ما شاء الله الامورات اللي كتهز ليه عقله بزاف عاوتاني على طفل صغير قد في ديك المرحله ديالو العارف يهز الكرسي ويطلع ويعرف هنا ويعرف هنا بسلامته حتى حاجه ما كتخطاه كي ولا كيهز ليا الكرسي كيطلع ولا تمشي عليكم لوبنا طاحت في الارض او كنصبروا في بعضياتنا والحمد لله وربي باغينا وكنقول لها راه ربي اللي باغينا الحمد لله والصدقه ورضات الوالدين راه باقي حنا مرضيات وربي راه قلت لها ما كانت مارتين كلها كانت غادي تجمع يا ربي السلامه كل شيء كان غادي يجي وحق الله العظيم واحد ما نقولها والله العظيم الا ما نكذبش عليكم واحد الفاجعه كان غادي تكون غير ربي ستر وصافي وحق الله ربي وقف معايا قلت لكم راه فيما عطيتها ربي عزيزة علي فيما الله لا الحمد لله والشكر لله الحمد لك الله وشكرتك يا سيدي ربي ملي حفظت عليا هذيك العوينه اللي عندي والله العظيم حق الله وعوينت لبنى عمري ما نسخي لبنى ملي جبدات ليا ولدي من الموت وجبدات ولدها راه خيرها عمري ما نساه في حياتي واخا نعرف نعطيها قلت لكم بعيني يا نحيدهم الا احتاجتهم حق الله حتى نعطيهم ليها راه عويناتي اللي لقدات قلبي هو اللي عتقاته في ديك الوقيته ايوا الحمد لله والشكر لله هادشي هو اللي كاين اخوتي ما نكذبش عليكم الانسان يرد البال والعلو هادشي اللي كاهمني وانا اتصلت بمول الدار قلت لي شوف الله يرحم ليك الوالدين الا كنت عزيزه عليك وكنت تدير بوجه حاكم شوف لي شي دار في السفلي التحتانيه كما بغات تكون واخا نقص فيها بيت راه ناقصه مصاريف المهم قلت ليه انا ما نقدرش قلت له انا ولدي عندي هو كل شيء انا قلت له راه هذاك هو باش كان دابز انني نوصله راه انا هذا الشيء كامل اللي كندير كندير على ود ولدي سيف الدين راه ماشي باغيه ندور ونتسطاح ونمشي لهنا ونبعد وهادو قلت له كل شيء على ود ولدي سيف الدين نشوفه قلت ليه في اعلى المراتب نقريه نكبر قلت ليه ما نقدرش اخويا الا كان على ولدي غادي نضيعه انا واش غادي نربح الا ضيعت ولدي اش غادي تنفعني ديك الدار الا الا الا, إلا الا مشى ليا ولدي اش غنستافد في هذه الحياه كاع الا مشى ليا ولدي قلت ليه لا 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 خويا قلب اعطيني الدويره التحتانيه دويت مع خويا حكيم عاودت ليه اللي كاين قلت ليه شنو كاين شنو كاين قال لي صافي انا نتصل به وانا نقول ليه عطيك شي دويره التحتانيه راه ما يرضاش في وجهي هذا صاحبي ديال الروح هذا راه قال لك ملي كنا صغار وانا مع بعضياتنا شي ما تخلى على شي ايوا صافي دار بكلامه نزلني لواحد الطبقه لتحتي كاع في السفلي هو قال لي شوفي واش عجباتك ما نقولش لكم الدار زوينه كي بحال كي الفوق كي التحت نفس المنظر نفس شويه الديكور هو اللي مختلف ولكن نفس ايوا صافي قلت له اخويا اللهم التحت ولدي ما نكذبش عليكم باقي نزلت البارح الحوايج ديالي وطلعت وعطيت الفلوس لواحد السيد اللي نزل ليا كلشي ما عني كلشي خويتو كلشي خويتو ما نكذبش عليكم اللي الفوق ديالي صافي عطيت للسيد الفلوس قلت ليه نزل ليا اخويا ما بقيتش نبات في هاد الدار ما يمكنش يديني الناس قلت له انا داك المنظر الفاجع ما نقدرش يديني الناس وانا كنشوف ولدي كان غادي يمشي ليا فهاد الشرجم وكانت غادي تكون واحد الفاجعه ما نكذبش ليكم والله وحق الله واحد الفاجعه واحد الفاجعه واحد الفاجعه واحد الفاجعه لا يعطيني شي وحده داك المنظر وحسيت بالناس اللي كيمشيو ليهم ولدهم خصوصا في ديك الوقيته ها اللي طاح من الشرجم ها اللي يا ربي السلامه ها اللي طاحرها يا ربي السلامه لا يعطيها خوتي لشي مسلم وحق الله بعالم بحالتي لحقاش عشت البارحة أكبر صدمة في حياتي عشتها والله أكبر صدمة عشتها في حياتي هي ديال والبارح والله لا الله يحفظ لكم أختي وليداتكم وردوا البال وليداتكم الأختي عندها العلو إلا كان بالإمكان ديالها تركب الفدر إيش ولا تركب المسائل ديالها ودل الحديدات أختي راه والله العظيم مابقاتش كي هنا الثقة وحق الله الوليدات كتقول لهم غير كيلعبوا راه العقل ديالهم كيهز لهم شي أمور كثيرة واخا أنت راه ردة معاهم البال بأي حاجة لقيتي أنا كما قلت لكم راه كنت غير كنخمل حتى صدقت كنت غادي نصدق
فواحد الحاجه مرعبه مرعبه ما نكذبش عليكم. ربي حفظنا وليداتنا، راه كما قلت لكم باقي ربي الحمد لله رضات الوالدين راها معانا الحمد لله. ربي راه وقف معايا في ديك اللحظه ملي ما ضيعنيش في الكبده ديالي، والحمد لله والشكر لله. انا بغيت نشارك معكم هذه اللحظه هذه ونقول للناس اللي عندهم العلو يردوا البال، ولا بالنقص من داك الدار ينزلوا لتحت الا كان ممكن، ولا الى يلقاو يديروا الفدايش، ولا يلقاو الحديد، ولا المهم اللي عنده الوليدات صغار ما يصلح ليه شي تتم. حتى الوليدات اللي عندهم حتى 11 عام وتنات ما يصلح لهمش. اختي العلو كي بحال اللي عندي انا، راه الموت 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 اختي. عشتها لبنى والبارح بدات هي شافت ما انا هذيك الغوطه صافي. انا راني طلقت ما كذبش عليكم، ما طلقت وما ما ما صافي ما صافي كنقول مشى. انا ملي طلقت الغوطه قلت صافي مشى صافي، ما بقيتش تحركت من بلاصتي. قلت غير حتى تقول لي اجي هزي ولدك ولا ولدك هنا صافي. مشاو بجوج 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 بجوج. وهذا الشيء اللي كان اخوتي، نتمنى من الله الله يحفظ لكم وليداتكم ويسر لكم اموراتكم ويخلي لكم معز عندكم يا ربي. هذا الشيء اللي كان اخوتي، نتمنى من الله الله. ادعيوا معايا ادعيوا معايا يا اخوتي، الله يحفظ لي وليدي ويحفظ لبنى وليداتها ويحفظ لكم وليداتكم انتوما كنتوما اللي كتشوفوني. الله يبعد عليكم شر الخالق، الله يبعد عليكم مصائب دنيا واخره. هذا الشيء اللي كاين، حنا كنتقاتلوا غير الحمد لله، ما داير حتى شي حاجه خايبه بيننا وبين الله، ما داير حتى شي حاجه اللي تعصي الله الحمد لله. داكشي ربي علاش واقف معانا. ايوا هذا الشيء اللي كاين اخوتي، نتمنى انكم الله نتمنى انكم تدعوا معايا والله حق الله العظيم الا محتاجه الدعوات ديالكم، والله العظيم الا محتاجاهم. والله يخليكم ليا والله يصاب لكم ولينا وبسلامه عليكم. فيديو الجاي ان شاء الله يا سيدي ربي باش نشارك معكم اي حاجه. المهم خليوا لي التعاليق، خليوا لي شنو بغيتي تسولوني، ولا في الانستغرام ديالي راه مكتوبه في فاطمه الططاويه. والله يستر لكم ولينا وبسلامه عليكم.